لا زالت تدير المعركة باقتدار رغم الألم والقتل والإرهاب الصهيوني والجوع والدمار. إنها غزة الصمود ورأس حربة الدفاع عن الأمة العربية بمقدساتها وأرضها. شعبك يا غزة جبار، شعبك يا غزة جبار، ورسائك تنقب أحرار، ورسائك تنقب أحرار. حي صمودك يا غزة، حي صمودك يا غزة. يدافعون عن أرضهم وشرفهم وكرامة المسلمين جميعا. هؤلاء الناس يجاهدوا عن أرضهم دفاعا ضد هؤلاء اليهود المحتلين، الكيان الصهيوني الغاصب المحتل الإرهابي، يمثل أكبر إرهاب في العالم هو الكيان الصهيوني. الشعوب الحرة حقيقة هي مع الشعب الفلسطيني، والآن تلاحظون الإضرابات والاعتصامات في أمريكا، في أسبانيا، في معظم الدول. الشعوب ليست إلا مع الحق ومع الحرية، ولذلك هذه كلمة. الجهاد الذي يقوم الفلسطينيين سينتصروا قريبا إن شاء الله بإذن الله، وستخرج كل الألسن وكل الداعمين لهذا الكيان الغاصب المحتل. بعد أكثر من 200 يوم من معركة طوفان الأقصى، لا زالت غزة تواجه الصلف الصهيوني والتآمر العالمي، لكن الدول العربية والإسلامية تناستها، والشعوب كأنها تخلت عن قضيتها الأولى. في الحقيقة أن تضامننا القلبي والعاطفي والمادي مع إخواننا في فلسطين على أشده، ولكن بالنسبة للخروج وبالنسبة للتظاهرات هناك تقصير. أنا أرجع هذا التقصير إلى الإحباط العام الذي تعيشه الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية تعاني من حالة نفسية شديدة جدا، محبطة من حكامها، محبطة من هذا الوضع الذي يحصل في غزة. تتمنى لو تطير طيرا وتفتح الحدود لتجاهد وتنقذ إخواننا في غزة، ولكن الإحباط العام يعني أثر على نفسيتنا كثيرا. العالم الغربي عنده من الحرية وعنده من كرامة الشعوب واحترام الحكام لهم ما يعطيهم من العزة والنفس الطويل في التغيير. نحن العكس على ذلك تماما. فأنا أرجي السبب ليس إلى نقص الوعي، وليس السبب إلى عدم التضامن النفسي والقلبي معهم والديني، ولكن السبب إلى حالة الإحباط واليأس العام. ستنتصر غزة لأنها تحمل الحق وتجاهد من أجل مقدساتها، ومن تخلى فقد تخلى عن مبدئه وحقه.